السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت على صدر صفحتها: الملك أيده الله يأمر بصرف كسوة العيد للأرامل والأيتام، ولي العهد يوجه بمواصلة تطوير العمل الحكومي، وإلى عناوين صحيفة الأيام والتي نشرت: البحرين تستضيف اجتماع المجالس الخليجية المقبل، العمل 60,000 موظف يستفيدون من دعم الحكومة 50% من الرواتب. ومع صحيفة البلاد والتي عنونت إعادة هيكلة 51 جهة حكومية: سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى القمة العربية لتطوير الذات. أما صحيفة الوطن والتي استهلت الإسكان: إنجاز 194 وحدة بجلال في عام 2022، شركات سياحية إعداد حزم ترفيهية متكاملة مع تشديد الإجراءات الاحترازية، افتتاح أول سينما للسيارات في مملكة البحرين. نشرت صحيفة الأيام أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية، حيث ناقشت اللجنة آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا، كما اطلعت على الموضوعات المتصلة بتطوير قطاع الاتصالات. بينما لفت الصحيفة أخبار الخليج أن رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أكدت خلال مشاركتها في الاجتماع الدوري 13 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عن بعد، أكدت أن جائحة فيروس كورونا هي التحدي الأبرز الذي يواجهه العالم الآن، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاملت بكفاءة وأظهرت دورها الإنساني والحضاري والوطني في التعاطي مع تداعيات وآثار هذا الوباء. هذا ونشر صحيفة الوطن أن قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة كشف أن 24 من طواقم الأطباء والممرضين والمساعدين من المستشفى في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن المستشفى يشارك في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ويلعب دورا فعالا فيها. نطالع من صحيفة الوطن أنه في مساء يوم أمس أقيم حفل إطلاق أول سينما للسيارات في مملكة البحرين لـ100 سيارة، وذلك برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد الزياني. تحديات المدارس والتعلم عن طريق اللعب الإلكتروني عنوان مقال في صحيفة الوطن للكاتبة منى المطوع، وقالت فيه ما يلي: رغم الظروف الطارئة والمفاجئة التي مرت على مملكة البحرين، حالها حال بقية دول العالم، إلا أن وزارة التربية والتعليم اجتهدت في إيجاد خطط بديلة وتكيفت مع الوضع القائم رغم حداثة التجربة كي تعبر بسلام نحو إنهاء الفصل الدراسي دون أن يؤثر ذلك على مستوى التحصيل الدراسي. في الواقع أن التحديات التي مرت أمام ظروف كورونا لم تكن لتواجه القائمين على العملية التعليمية فحسب، إنما أيضا كان هناك الضغط على أولياء الأمور
قد واجه بعضهم مشكلة عدم توفر أجهزة الحاسوب المتنقلة لأبنائه جميعا. لقد نجحت البحرين في تجربة التعلم عن بعد وتوظيف تكنولوجيا لاستكمال العملية التعليمية، بل اللافت أنه تم وضع برنامج صيفي توعوي صيفي إبداعي وبرامج مرتبطة بالإرشاد النفسي للطلبة، ما يؤكد أنه لم يتم إغفال أي جانب من الجوانب التي من الممكن أن يمر بها الطالب في هذا الظرف العالمي، وهذا في حد ذاته إنجاز يدرج ضمن إنجازات فريق البحرين. نشر صحيفة البلاد أن هيئة الملتقى الإعلامي العربي تستعد لإقامة النسخة السابعة من ملتقى قادة الأعلام العربي، والذي يأتي تحت شعار تحولات الإعلام في أوقات الأزمات برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في الفترة من 10 وحتى 13 من شهر أغسطس المقبل. إلى أخبار صحيفة أخبار الخليج، وبعيدا عن أخبار فيروس كورونا قليلا، حيث نشر صحيفة أخبار الخليج أن رئيس مجلس الشورى علي الصالح افتتح الندوة الحوارية مئوية الانتخابات في مملكة البحرين، والتي جاءت بتنظيم مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إصدار أول نظام انتخابي في تاريخ البحرين والمنطقة. وفي ذات الإطار نقرأ مقالا للكاتب سيد زهرة، والذي جاء بعنوان مئوية الانتخابات والريادة البحرينية، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. هذه المناسبة التاريخية مئوية الانتخابات تأتي تذكيرا بعدد من الحقائق التاريخية قد تغيب عن بال الكثيرين. البحرين بلد رائد في المنطقة بكل معنى الكلمة في مجالات بناء الدولة الحديثة والديمقراطية والحريات. قادة البحرين من حكام آل خليفة كانوا حريصين على مسألة المشاركة الشعبية في صنع السياسات العامة. الإصلاح السياسي والاجتماعي بشكل عام ليس أمرا جديدا أو طارئا في البحرين، بل هو مسيرة طويلة بدأت مبكرا وممتدة في تاريخ البحرين الحديث والمعاصر، لم تتوقف يوما. والإصلاح في البحرين مسألة أصيلة متجذرة في تاريخها. الاحتفاء بمئوية الانتخابات في البحرين والتذكير بمغزاها التاريخي وإلقاء الأضواء على أبعادها المختلفة ومن ثم على تاريخ الإصلاح والديمقراطية والتقدم في البحرين أمر له أهمية قصوى في تكوين الوعي الوطني في البحرين وتعزيز قيم الولاء الوطني. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين نشرت مؤخرا تقريرها حول نتائج أحدث استطلاع آراء للمستخدمين الأفراد بشأن خدمات الاتصالات، وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 99.7% استخدموا الإنترنت في الأشهر 3 الماضية، وهو مؤشر إلى انتشار خدمات الإنترنت في مملكة البحرين. نشر الكاتب عباس ناصر مقالا في صحيفة البلاد، والذي جاء بعنوان الإمارات فخر العرب وصانعة المجد، فإلى المقال. انطلق الحلم العربي وانطلقت معه أمنيات الشعوب، مسبار الأمل حمل معه تطلعاتنا، كما حمل معه مشاعر الفخر الكبيرة التي سكنت نواظر عيون العالم أجمع. لقد جاء هذا الإنجاز ليدخل في قلوب العالم وفي قلوب العرب خاصة وفي هذا الوقت تحديدا الأمل والدافعية نحو الحياة، وكأنه رسالة ارتأت دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة إيصالها للناس
باثة في قلوبهم الفرح والسعادة كما هي عادتها دائما الإمارات فخر العرب وصانعة المجد. مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة ولن تتوقف، يد للشعوب الفقيرة تمد لها العون والمساندة والتنمية، يد لتنمية الداخل ورفاهية المجتمع، يد للمشاركة الإنسانية في المبادرات العالمية التي من شأنها الدفع نحو نماء الإنسان وجودة حياته. نتحول إلى أخبار صحيفة الأيام، حيث نشرت أن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري قال أن عدد الشركات التي ستتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب موظفيها بلغت 10,000 شركة ضمن المنشآت الأكثر تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 60,000 موظف بحريني سيستفيد من هذا الدعم لمدة 3 أشهر. هذا وأعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يوليو الجاري يمكن لحاملي التأشيرة الصالحة دخول المملكة دون الحاجة إلى رسالة الإذن المسبق. لفتت صحيفة الوطن أن إدارة العلاقات العامة والأعلام بوزارة التربية والتعليم دعت خريجي الثانوية العامة الراغبين في التسجيل بإحدى الجامعات الصينية الاطلاع على أسماء الجامعات الموصي بها فقط. بقلم يوسف ابن خليل نشرت صحيفة الوطن مقالا، فإلى المقال. لدينا جيل خليجي نشأ على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وكل ما هو تقني، واستطاع تكوين ثقافته بشكل سريع من خلال مصادر المعلومات الهائلة التي أتاحتها له الموجة التقنية. لا جدال على أهمية مواكبة هذه الموجة والاستفادة منها، لكن ما يهمنا هنا هو علاقة ما نعيشه من ظروف الآن باحتمالات ظهور ليبرالية خليجية جديدة. توجد الكثير من المؤشرات على قدوم موجة ليبرالية جديدة في المجتمعات الخليجية، وهي موجة بدأت منذ فترة وليست قادمة في الطريق. بالإمكان التعرف على مصادرها بتحليل سريع في المنزل وسلوكيات الأفراد. عندما يترك أفراد الأسرة الهاتف الذكي فإنهم يشاهدون قنوات الترفيه المدفوعة التي تقدم محتوى متلفزا يختلف تمام الاختلاف عن ثقافة المجتمعات الخليجية. صارت كل هذه السلوكيات والعادات تسيطر على الثقافة الخليجية وتدفعها نحو مزيد من التحرر والانفتاح، سواء كانت في منزل أو مجلس وحتى في مواقع العمل. ولا يمكن السيطرة على مصادر تشكيل هذه الثقافة تماما، لا من قبل الأسرة كمؤسسة أو حتى الحكومات نفسها. وصلنا مشاهدينا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.